لا إجماع ولا حتى شبه إجماع على شخصية بعينها بخلافة كيفن مكارثي في رئاسة مجلس النواب. لكن ثمة اسم لافت يتردد ضمن بورصة الأسماء المقترحة للمنصب. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق هو أنسب شخص للمهمة برأي نواب جمهوريين، حتى إن النائب تروي نيلز عن الحزب الجمهوري من تكساس أكد أنه سيقدم الأوراق لترشيح الرئيس الأمريكي السابق لرئاسة مجلس النواب. ترامب حسم في كل الأحوال الجدل، المنصب ليس من اهتماماته وعينه فقط على العودة إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة، وهو لن يبخل كما يقول على الجمهوريين بالمساعدة في انتقاء الشخص الأنسب لأهم منصب في النظام السياسي الأمريكي بعد منصبي رئيس الدولة ونائبه. أما هو فتركيزه على أعلى منصب في السلطة التنفيذية في البلاد، وحتى في حال كانت لدى ترامب أي رغبة في خلافة مكارثي فهناك قاعدة في الحزب الجمهوري قد تمنعه من ذلك. تنص القاعدة 26 على أنه يجب على عضو من القيادة الجمهورية التنحي إذا وجهت إليه تهمة جنائية قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر. وعليه فإن ترامب الملاحق بعدد من التهم الجنائية التي من الممكن أن تفضي إلى سجنه غير مؤهل لتولي أي دور في القيادة الجمهورية. ربما لم يتطرق الدستور الأمريكي إلى ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين فيه، بل أشار إلى أنه يجب على المجلس أن يختار رئيسه ومسؤوليه الآخرين. ونظرا لصمت الدستور بشأن هذه المسألة فلا يوجد مانع قانوني يحول دون انتخاب مجلس النواب شخصا غريبا ليكون رئيسا له. المشهد ضبابي والترقب سيد الموقف.